الرائد خالد دياب أمن دولة. أستاذ يوسف، أنا مش فاهمة حضرتك جيت البرنامج النهاردة ليه؟ أنا هعتبر نفسي ما سمعتش الجملة الأخيرة دي عشان ما زعلش منك. المجني عليه اسمه سعيد خليل، مكان الطلقة ونوع الرصاصة بيقولوا إن اللي عمل كده الواد إياه. استنى، في الموبايل. ايه اللي انت عملته ده؟ اكيد هيراقبوا موبايلك وممكن يوصلونا عن طريق قتل يوسف حسين. ده تحدي سافر للاعلام. قلت له بلغ اللواء كمال اننا هننفذ العمليه قريب. لا انا ولا غيري. انت مش طبيعي، ازاي تفكر في كده؟ ده يا هانم ده احسن قناص في الداخليه زيك. حضرتك بتسأل عن رائد خالد دياب؟ ايوه، هو فين؟ مش قلت لك مش انت لوحدك اللي عندك اسرار متخبيه؟